مرحبا بكم في الاتحاد المسرحي بسوسلا اللي قاعد تخلينا الكل ندثروا كيما الفرقة القارة ندثرت كيما المسرح الحديث ندثر قاعد تكلم الاتحاد تفضل معنا سي محروف باش تاخذ هذه هذا كذلك رقص الكوريغرافية هذه في المسرح ايواش رقص شوف زوز شخصيات لازم يعملوا نفس البوزيسيون العاشق الولهاء هذه المسرحية الله 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 هذه في راس المملوك المسرحية هذه راس المملوك ها هو سيمون يقول لي عمره 20 سنة كي كانت عنده لحية لحية زاد ايه مع سيمونات كروت معروف كروت هذا مثل في ستي العزيزة راس المملوك هذه 24-81 الله رائعة المسرح العربي ها سيمون يقول لي هو هو منير القلي منير القلي هو يمشي ويسيبوا لي القلي هنا هو رئيس الجمعية هنا هو هذه بمناسبة المهرجان اللي عملناه في الشارع وهي تسمى سينما مسرح الشارع هذا الرئيس وهذه يمين مالي خاطرني خدمتي أمين هذوما الرؤساء اللي ثلاثة يكونوا الجمعية اللي هو سي عبد الحفيظ مراوي يعرفه هو المرحوم صدق طرابلسي معلم وممثل واسي محمد زرقاتي معروف اللي هو هذوما الناس اللي عملوا جمعية وقلت لك جابوا لنا حتى الاثاث نتاعهم تشوف الكوميديين وتشوف هذوما هذا كل شيء جايبينه من الجمعية ايوا فهمت هذه تصويره صورها جماعه الاتحاد الله يعني الاتحاد اللي هي الجي اس منذ 49 مش يعرف اللي هو راه مش هو قبل ما يدولي انت سيرا اوخا يا بلاد مش تعرف هذه جمعية تقريبا كتار سيدي مزعفر ها يا مكتوب بالكبير جمعية الاتحاد المسرحي بسوسة صحيح شيء لنا سيدي مجعف الله هذه زاد شعار بتاع المسرح شوف التقمص في المسرح التقمص تعمل شخصيات هذه هي سي ابو الحروس هذه جمعية بتاعنا تاخذ نشوف المسرح الداخل كان شان لنا الضوء نوريه بركاش لحظة هذه سلامة الأرض أحسن مسرحية عملت 24 عرض الحمير معروفة بتعطفت الحكيم فخر يا رجل الفريد هذه جمعية ما هيش صغيرة عندنا مسرح العرايز لكن آه حصر على مسرح العرايز يعني الشخصيات من القماش وكذا تشوف فيهم خلاص سيمونير المخينيني يعني معروف ومخرج وعندي هنا هذه زينة مسرح العرايز هذه المسرحية الجديدة بتاعنا اللي اسمها الصغار والنملة الله 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 الصغار والنملة الديكور اللي انتوا لاحظتوا عليه مرسوم بالليزر اللي هو مرسوم وكذا يعني ما تعرفوا احنا هذه مسرحية للأطفال نعم مش يحب يعني يحب كان صور وحاجة سامبل حاجة هذا تحكي على الطفولة مش تحكي مثلا على موضوع شيء هو الصغار النملة ليش فما قيم بتاع العمل احنا نعرف السرار شنو هو ما يخدمش المرة دي بدلنا بطريقة قلنا السرار احنا نحقر في المجتمع العربي نحقر السرار قولوا النملة تخدم والسرار ما يخدمش المرة دي مش بدلوا السرار يخدم لان الموسيقي كان محقور الانسان الموسيقي كان الموسيقى ولات حضارة في معناتها بلاد ما عندهاش موسيقى ما عندهاش مسرح ما عندهاش كتاب ما تسوى شيء علاش السرار نقولوا راهو حاطينه في المخيل العربي اللي هو ما يعمل في شيء غلط الحديث سرار توا هو ميزيسيان هو يعمل شي دوفر ويعمل رقص كوريغرافي وانتوما اي واحد شكون ما يحبش عبد الحليم شكون ما يحبش ام كلثوم شكون ما يحبش الاغاني حتى الراب حتى غيره علاش السرار نقولوا في الصيف يقلق فينا بالتصميم هالنجم ردوا السرار هو والنمله يخدموا مع بعضهم هذا يعطي العمل وهذا الشيء يعطي الجو خاطر احنا المجتمع العربي شنو مشكلته سي بالحلوز قال شنو يخدموا كهو؟ يود الخدمة يقول لك تخدم للتوصف لا مش الخدمة هي الكل المجتمع الأوروبي علاش نجح؟ يعطي قيمة للعمل ويعطي قيمة للجو إجا أنا رسمت العبد بيكلمك ما عادش يعرف إجا أنا الاثنين والله اللي يكلمك ولا نخدم اليوم أحنا العربي يخدم لها الاثنين يعمل جو لها الثلاثة يعاود يخدم لها الليلة يخمجها هما السبت الأحد جو
وباقي الايامات عبل. السرار والنملة. هنا تشوفوا السرار والنملة، معروف السرار يعيش في الغلال والخضار والنملة. شوفوا الطفل شي حب يحب الالوان الزاهية الصفراء الحمراء. وربي هنا نحب نوري الناس اللي ما الاتحاد المصري هنا موجود البارح. عندنا فخ لرجل الفريد سنة 1963، عندنا الدول المتحركة 81، عندنا أهبل بابا وحماتي 65، عندنا الكنزة عملناها هذه جديدة 2007، رسالة من تحت الماء 88، عش الذئاب 87، عش لزو حتى الوادي هزو، ومسرحية عام 67، شمس النهار معروفة بتطرف الحكيم، مسمار شحا كيف سيدي كيف جواده. الاتحاد هذا وخرج اكثر الممثلين اللي تو في التلفزه جاوا بالاتحاد. وذوما الكل تخدموا من عام 1949 حتى شهر عام حتى تو 2021، هذه اخر واحده مسرحيه بتاعنا جديده اللي هي سرار النمله برب تصور هذيك. ايواش هي جد واحده هذه تقريبا اللي تشرف. تحب توجه لك كيما نقولوا للجيل الجديد. اي احنا خاطر كيما قلت لك يعني خاطر عملناها بطريقه جديده، وتعرف الاخراج يتبدل والمسرح يتبدل، ما عادش المسرح التلقيني تو، المسرح اللي فيه الجمهور يتحرك ويشارك معانا، والصغير معناتها يحب المسرحيات اللي فيها قيم، خاطر احنا مانيش المسرح شنو هو قيم، هو يتعلم كيما يحب العمل يخون منه الحكمه ويحب الجد. المسرحيه الاخرى اللي عملناها شجره الحكمه، شجره الحكمه علمناهم العلم باهي، لكن زاد الراحه ديما احنا ما نشر المجتمع العربي يحقر الراحه. وهيك علاش احنا توا مثلا التوانسه تلاحظ عليهم يقول لك انا ما ارتحتش، خاطر عنده الحق بثمانيه. يعني البارح حكى لي واحد يخدم في بولونجوري يعني في كوشه يشري منه الخبز، قال لي جي 7:30 ولا 10:30. قلت له وقتاش تقري ولادك؟ وقتاش تتفرج على التلفزه؟ وقتاش تتفرج على المسرحيه؟ تعاش يخدم 8 للعشرة، سامحني يا سيدي الحلوة. شبي الفرنساوي يخدم 8 الماضي لهذا الأربعة. وياخو خير زاد. يخلص خير برشا زاد. صحيح. كي سالته الأخر قال لي ما يلزمنا نخدموا باش نكونوا. وصلك العقلية اللي غرسونا فيها غلطة. اخدم باش تكون. باش نخدم نروح 10 تاع الليل. على بالك 10 الليل يعني مازال مش يرقد نص الليل. يلقى روحه السبعة جات. رفع 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 عاود ابل وكا ليش العربي تقاه بابوس عند بسيكولوج وعند علم النفس ويشرب الحلبش ويتعاطى في المخدرات. حبينا نقولوا للطفل مش القرايه هي الكل، مش صحيح القرايه صحيح هي عندها قيمه، هي مش وصلت لكن ترتاح، تعلم موسيقى، تعلم فن، ترسم، تعمل فن الشارع، تغني، مش حرام الغناء، مش حرام فهمت؟ لأن احنا شنو هو؟ شد التلفزة، شد الكمبيوتر، وقعد هكا استهلك فيه، استهلك فيه، استهلك فيه، تحبوا الجيل هذا خالق يخلق، خاطر ما خيبش، خاطر ما نكذبش عليك بالحروف اللي تربيت، علاش حبيت المسرح؟ حكيت قلت لك كنا نشريو في الجريدة ب 20 فرنك، السبور كنا نشريو فيها ب 20 فرنك، وكنا تفرجوا على المسرحيات، تفرجوا على المسرحيات، تفرجوا على المسرحيات، وتفرجوا على اللي مشوا حتى المسرح هذا نتاع يعني قبل كنت نتبع في المسرح اللي لقيت روحي يعني تو موجود يعني من عمري 17 سنه تو عمري 60 سنه وانا في الجمعيه هذه اللي خرجت اجيال واجيال وحفظت بالدروغ وحفظت ياسر الشباب بالفساد وكل شيء. لانك تجي هنا تولي تتكلم بالعربيه وتعرف شكسبير وتعرف كذا ما عادش ينجم ياثر عليك الشارع كيما تو. تو علاش الشارع هو الكل؟ لانه الناس الكل في الشارع تو يقول لك ولي يسكر ولي يضرب ولي يبراكي كل شيء كي يجي لهنا يقول لك تو الشارع يا ربي. انا صراحه نقولها باش يعرفوا الناس الكل اللي البك خذيتها هنا نرجع شويه ونطلع على السين نعمل الدورة بداية ونمشي نضيف في البلاصة هذيك هذه في التركينة بربي يوريهم التركينة ويبدا يضحكوا علي الممثلين يقول لي تو تاخذ باك ويظهر علي نعطيهم كلمة تاع بس مرحبا بكم وعلى كل يحيى الاتحاد المسرحي وربي يزورونا هنا ورانا كالناس اللي تكره المسرح راهو المسرح ما تصورش قديش يعطيك جو ويخليك تحب الحياة. إذا تحبوا الحياة تحبوا المسرح،
حبوا الحياة، حبوا الكتاب، حبوا الحياة، حبوا الحياة.